Psychosocial Support, Dialogue and Social Cohesion is a certificate program organized by the International Organization for Migration, IOM, in collaboration with the Lebanese University and the Ministry of Social Affairs of the Republic of Lebanon. بدأت نشاطات المنظمة الدولية للهجرة في لبنان وتأسست نشاطاتها عام 2006 خلال الحرب مع إسرائيل حيث كانت في بكورة نشاطات المنظمة نشاطات الدعم النفسي والاجتماعي لنازحين ومتضررين من الحرب وكانت هناك عديد من النشاطات مع الشركاء والبلديات والمنظمات غير حكومية والجمعيات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين نحن بالرئاسة الجامعة وبالمعهد تحديداً منهتم كتير بالتشبيك مع المؤسسات الدولية لسببين السبب الأول أنه بناخد من الخبرات اللي هي كتير مهمة كمان لنشوف كيف الغرب عم يتطلع بمواضيع إلى أبعاد محلية وخصوصي أنه النزوح السوري اليوم شكل مسألة كتير مهمة وكتير معقدة بالمجتمع اللبناني والشغلة الثانية أنه كمان دورنا كمعهد علوم اجتماعية أن نفهم هالظواهر ونتعاطى معها ونساعد مؤسساتنا والمجتمع كمان أنه يقدر يتعاطى معها بشكل سلس وحتى تقطع هالمرحلة الصعبة للبلدين The objective is to instruct and prepare a group of social workers working for the government of Lebanon, specifically in social development centers that are spread around the country, to acquire new knowledge and new skills in three specific domains. So the first module was specifically dedicated to conflict mediation and conflict transformation. The first module was delivered by Tatsushi Arai, Professor Tatsushi Arai, who is a very well-known, internationally very well-known conflict mediator and scholar of conflict mediation, and by Osama Safa, who is a Lebanese expert in conflict mediation that has been collaborating with us for a long time. الشيء الحلو واللي عجبنا كثير بهذا الوركشوب انه اللي كانوا عم يدربونا دكاتره من اليابان ومن ايطاليا هيدا سمح لنا نتعرف على منهجيه تفكير جديده نظره لحل النزاع جديده من دكاتره مارقين بتجارب كثير كبيره فعطتنا كثير غنى بهالوركشوب تعلمت انه الواحد دائما بس يشوف في نزاع او صراع قدامه لازم يكون عم بيفكر انه شو الاحتياجات عند بعض الاطراف اللي عملوا النزاع خلتهم يتصرفوا هيك ليش عم بيثوروا او ليش عم بيكون عندهم هالردة الفعل هيدي الدوره كثير اعطتني دعم للاشياء اللي كانت انا فيه كنت عم مارسها كانوا على صعيد مهنتي او على صعيد الشخصي او على صعيد قناعاتي واضافت انه هون صارت تقنيه صارت مهارات صارت قواعد علميه The second module was delivered by Professor Nizar Abu Jaude from the Lebanese University, especially the Faculty of Social Sciences, and myself. شو هو تحديد الدعم النفسي الاجتماعي؟ كان في أساس العمل الخاص فيه تحديد الدعم النفسي الاجتماعي، الهدف من الدعم النفسي الاجتماعي كيف يكون الدعم النفسي الاجتماعي ومن أجل ماذا؟ القائم هو في الأساس على عنوان أساسي وهو الريزيلينس المرونة والمقاومة والقوة بحيث أن المبدأ الأساسي يكون ألا نحول من هو بحاجة إلى مساعدة إلى ضحية موضوع الدعم النفسي الاجتماعي هو موضوع جديد نسبياً عم نشتغل عليه وهذا كتير عمل فرق بالتدخلات الاجتماعية اللي عم بتصير معنا يعني لما يكون النشاط بس بشكل عشوائي عم انه هول الناس بدنا نعمل له النشاط ما كنا عم نراعي الناحيه النفسيه لإله فهلا صرنا اكثر عم نشتغل كيف ندعم هالناس دعم نفسي اجتماعي ومن خلاله نفوته على الانشطه ما
مثل ما بنعرف خلال الفترة الأخيرة من يعني من فترة 4-5 سنين كان في تواجد سوري كتير كبير عندنا بالمنطقة، وهذا الحقيقة وجد نزاع كبير بين اللبنانيين وبين السوريين. فكانت هيدي الدورة الحقيقة هي بتساعد وبتصب بكثير من الأدوات ومن العناوين التي تخدم إلى صحة المجتمع بكل أفراد. عملية التدريب للموظفين إلى دورين، مش بس دور إنه الواحد يفوت بالمفاهيم اللي مثل الحوار والاندماج أو التفعيل العمل الخدماتي اللي بتقوم فيه وزارة الشؤون الاجتماعية، هي كمان إخراج القدرات الذاتية للموظف. استفدت كتير أنا بهذه الدورة، أنا كان عندي حب وطموح وبحب عمل الاجتماعي بشكل كتير بارز، فبصراحة قدرت من خلال هذه الدورة أن أقدر حقق قدرتي بتحقيق ذاتي. هذا الوركشوب كتير كتير بيفيدنا، لأنه نحن على تماس مباشر مع الأسر الأكثر فقراً، يعني مباشر مع العالم اللي كتير عنده معاناة. فنحن هذا الوركشوب بيمكننا من مهارات، الاستفادة من مهارات نقدر نحن نستخدمها بمجتمعنا المحلي بالتعاطي مع الأسر. أي حالة صرت بواجهها برجع للباك جراوند اللي أنا أخذته من هالوركشوب، وصار فيني يعني أتعاطى مع أي حالة اجتماعية على خلفية اللي تعلمته قبل، ما كان عندي هيدي الإمكانية. The third module was delivered by Alice Willem, with an expert in the promotion of livelihood programs in fragile states and fragile situations, and myself. In this module, participants are learning how to think about a livelihood project from a psychosocial point of view. We're covering everything from small, light-touch interventions that you can do, all the way up to some more specific programming options that people can do to make livelihood projects more responsive to psychosocial needs. حتى على التماسك الاجتماعي كمان صار في عنا إطار معرفي أكثر عن سبل العيش، كيف بدنا نتعاطى، كيف سبل العيش بيعكس على موضوع التماسك الاجتماعي بالمجتمع. We wanted the students who are actually senior, you know, social workers to be more able to understand livelihood opportunities as something that pertains not only the economic domain but three domains: the one of the biopsychological well-being, the one of the social relational in a social environment, the social relations in a social environment, and as I said, the economic one. في شيء كتير حلو أخذناه، إنه هو كيف تقدر أنت تشوف كل المنظومة الاجتماعية، سواء كان على مستوى النفسي أو على مستوى الثقافي والاقتصادي أو على مستوى الأنثروبولوجي. كتير صار أي تدخل بدي أقوم فيه، صرت أقدر أربط كل هيدي العلاقات مع بعضها لحتى أقدر أطلع بخطة عن جد متماسكة أكثر وتقدر تفيد. يعني بالأنشطة كنا مثلاً أوقات نشتغل على ناحية معينة، إنه نحن بدنا نحسن الدخل أو بدنا نعلم مهنة، إنه هولي بحاجة نجيبهم، بس هلأ لا، بالعكس صرنا عم نربط هالنشاط اللي بدنا نعمله مع كيف بيأمن رفاه نفسي لهالناس المستهدفة، كيف بيأمن الاستقرار الاجتماعي، كيف فينا نعمل تماسك اجتماعي بين فئات المجتمع. So after the first three modules, the students will apply in their daily work what they learned through the course. ولذلك طلبنا منهم انه في اجباري اخر محور هو محور عمل ميداني، بده يقدموا عمل نعيد قراءته والإشراف عليه، وآخر شيء نقيمه لجميع الطلاب اللي مشاركين. إذا بدي أعطي عنوان لهيدي الورش العمل، رح استوحي من شيء اللي أخذناه مع أحد المدربين، اللي هي كيف البذرة تتحول لنبتة، تتحول لشجرة، وبتكون مثال للعطاء. شبه الوركشوب لشجرة الزيتون، شجرة الزيتون تعطي العطاء، تواجه تحديات. ممكن نسميها تنشيط علائقي من أجل السلام. تمكين حل النزاع لدعم النفس الاجتماعي. أنا شخصياً كنت منقل العنوان التالي
في حالات الطوارئ الإنسان من ضحية وتابع إلى منتج وفاعل. هذا التدريب بيخليني أعتبر أنه هوية الإنسان في حطها بالمرتبة الأولى لما لها علاقة مباشرة بالصحة النفسية والعقلية للإنسان. If I had to come up with a title that was less technical, I would call it Happy Productive Futures. في اختصار لأقول أنه هالتدريب أخذنا أكثر على الانتماء لقضايا الناس وعمق فيها الإنسانية أكثر.